يمكن أن نتحدث على بوادر حرب أهلية داخل إسرائيل أو هذا مستبعد تماما ومبالغ فيه؟ أوكي. عملية ما نشاهده عمليا على أرض الواقع هي اضطرابات داخلية. هل ممكن هذه الاضطرابات الداخلية تتحول إلى حرب أهلية؟ ممكن. لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك. لكن حتى نكون دقيقين في مصطلحاتنا، لأن مصطلح الحرب الأهلية هو مصطلح دقيق في مستوى على مستوى العلاقات الدولية ومستوى القانون الدولي. كلما زادت عدد القتلى والجرحى كلما اقتربنا من مفهوم الحرب الأهلية، كلما زادت المساحة الجغرافية التي يحدث عليها الاضطرابات كلما اقتربنا من مفهوم الحرب الأهلية. كلما كانت الأسلحة مستخدمة في الصراع أو في الاضطرابات أكثر تطوراً وأكثر تقدماً وأكثر فتحاً اقتربنا من مفهوم الحرب الأهلية. وكل ما زادت هذه العمليات المنفردة تكون مؤشر أو لا علاقة لها؟ تكون مؤشر، لكن كلما زادت، وهو هذا المعيار الرابع، كلما زادت المدة الزمنية التي يحدث عليها هذه الاضطرابات كلما اقتربنا من الحرب الأهلية. هل هذه المعايير الآن متوفرة فيما نراه الآن؟ لا، هي ليست متوفرة. نحن الآن بكل تأكيد أمام ما نسميه الاضطرابات الداخلية، لكن قد تتحول في أي لحظة هذه الاضطرابات الداخلية إذا ما توفرت هذه الأركان من حيث المدة الزمنية ومن حيث الأسلحة المستخدمة ومن حيث عدد القتلى والجرحى ومن حيث المدة الزمنية، قد ننتقل إلى مرحلة أخرى نسميها الحرب الأهلية. وفي هذه الحالة فقط حتى أدقق سؤالي، نحن لا نتحدث عن المواجهات أو حرب أهلية إسرائيلية إسرائيلية، لأن هذا طرح، نتحدث عن إمكانية الداخل العربي في مواجهة الداخل الإسرائيلي. فهذا الأمر محسوم إلى الآن.